السلام عليكم يا اسطى، اليوم معكم رايد في فيديو جديد. فيديو اليوم سنتكلم حول لوفي، حول الجير الرابع، حول انماط الجير الرابع، وهناك يعني افكار جديده حول موضوع الانماط، وايضا سنتطرق الى موضوع في حرق للاسف لمتابعي الانمي. لذلك ان كنت متابع الانمي اتمنى ان تغلق هذا الفيديو، احاول بشده اناتي بمواضيع ليس فيها حرق، لكن للاسف كل الافكار التي تاتيني بخصوص ون بيس تكون من الاحداث الجديده او الاخيره في مانجا ون بيس. ايضا خلينا نشوف اذا نقدر نوصل المقطع 2500 لايك، المشاهدات تكون اكثر من 8000 10000، يعني 2500 ليس صعب وامر جيد ان نصل الى 2500 لايك لعيون الاسطوره لوفي. خلونا نبدا في موضوع اليوم. الموضوع او النظريه التي سنتكلم عليها اليوم هي نظريه شائعه كثيرا في وسط او عالم ون بيس، وهي متعلقه بالحيوانات الموجوده في جزيره التي تدرب فيها لوفي. نسيت اسم الجزيره، لكن ما يهمنا هو الحيوانات الموجوده هناك والتي كانت مع لوفي في الصوره، وهي اربعه: غوريلا، تمساح، اسد، ونمر او فهد. لست متاكد لكن نعتبره فقط نمر. والنظريه الشائعه هي ان لوفي في الجير الرابع اقتبس تلك الحيوانات، اقتبس منها انماط الجير الرابع. انه هنا لست لأعيد نفس النظرية السابقة، وإنما تأكيد فقط وإضافات جديدة تخدم قصة ون بيس في قتال لوفي ضد كاتاكوري. أولا نبدأ بالحيوان الأول وهي الغوريلا. الغوريلا اقتبس منه لوفي الجير الرابع النمط الواثب. لا داعي لكي أشرح هذه النقطة، سواء في أسماء تقنية، سواء في الشكل، كل شيء، وكل من يتابع ون بيس يعلم ذلك. ننتقل إلى النمط الثاني وهو الرجل الدبابة ضد كراكر. أنا متأكد 100% أن أود اقتبس التمساح، او ان لوفي اقتبس التمساح في تلك التقنية. نعلم ان التمساح يمتلك ايدي وارجل قصيرة، انما بطنه او صدره لا اعلم، لكن المهم بطنه كبيرة جدا. نفس الشيء مثل ما حدث مع لوفي. لا اتكلم عن كبر البطن او ان لديه كرش، لا، أتكلم حول أنه لديه مساحة في جسده أكبر من يديه ورجليه. المهم أنكم فهمتوا الموضوع، لا داعي لأفسر. لو في نفس الشيء، لكن الشيء الذي جعلني أتأكد 100% أن ذلك الشيء مقتبس من التمساح هو أن كراكر عندما وجه ضربات سيفه كان يؤثر على لوفي في النمط الواثب، لكن بعد ذلك في نمط الدبابة لم يؤثر عليه أبدا السيف، وقام بجعل كراكر يسقط في تلك اللحظة. وإذا رأينا من بين كل الحيوانات فسد، نرى أن التمساح هو صاحب أقوى جلد او اكثر جلد صلب بين تلك الحيوانات. لهذا متأكد 100% ان لوفي اقتبس ذلك النمط من التمساح. الان انتهينا من حيوانين موجودان، هناك بقي اثنان. لكن الاضافة التي اريد اضيفها هي ان لوفي في انماط الجيل الرابع سيركز على جميع انواع الهاكي. لوفي سيركز، نعم، على جميع انواع الهاكي، لكن ليس في تحول واحد، وانما كل تحول يركز فيه على نمط. هاكي التصلب باستعماله مع الغوريلا ومع التمساح، نظرا للقوة الضخمة التي يمتلكونها، وايضا نظرا للصلابة الكبيرة في الجلد. هناك بقي حيوانين، بقي الاسد وبقي الفهد او النمر. سيستعمل لوفي هاكي تنبؤ لواحد منهما والهاكي الملكي لحيوان اخر. التطور القادم والنمط الثالث للوفي سيكون مقتبس من الفهد. سأقول لكم اقتبسه لوفي من الفهد لأنه سيقاتل كاتاكوري. كاتاكوري متقن لهاكي التنبؤ، ليس متقن لهاكي التنبؤ، إنما وصل إلى مرحلة أصبح يرى فيها المستقبل ومراحل هاكي، وكل هذا الشيء آتي لكم في فيديو قادم إن شاء الله، ربما غدا أو بعد غد. موضوع لازلت أحضر له وسيأتيكم إن شاء الله وسيكون رائع بإذن الله. فعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم الفيديو الجديد. المهم بدون أي طلع أكثر، نعلم أن لوفي يحتاج السرعة لكي يقوم بمجاراة كاتاكوري، أو ربما يحتاج إلى هاكي تنبؤ. كما رأيتم عندما ظهر ريليف قبل عدة فصول، قال أن هاكي يتطور مع المستخدم. كلما كان شخص أمامك أقوى، كان هاكي تنبؤ خاص بك أو كل أنواع الهاكي تتطور أكثر وأكثر. فإن لوفي سيسعى لتطوير هاكي التنبؤ، وكما قلت لكم قبل قليل، فإن لوفي سيستعمل جميع أنواع الهاكي مع تلك الحيوانات في أنماط الجير الرابع. وفي النمط الجديد، نمط الفهد، الفهد يتميز بسرعة كبيرة جدا، فإن لوفي سيمتاز بسرعة كبيرة جدا جدا مع الفهد، وأيضا سيستعمل هاكي تنبؤ، ومع السرعة الكبيرة ستكون فعالة في إسقاط كاتاكوري، وأيضا مع تطوير هاكي تنبؤ
الذي ربما سيصل إلى مرحلة أنه سيرى المستقبل. احتمال أن لوفي سيرى المستقبل في قتال هذا كاتاكوري سيتمكن من سرعته الكبيرة جدا بإسقاط كاتاكوري. أيضا حتى ولو لم يتمكن لوفي من أن يرى المستقبل فإن سرعته الكبيرة جدا ستقف في وجه كاتاكوري. كاتاكوري حتى وإن تنبأ بما سيفعله لوفي في المستقبل فإنه لن يمتلك السرعة الكافية كي يقوم بإيقافه، وهذا سيلعب دور كبير في إسقاط كاتاكوري. وسيقوم لوفي بإسقاط كاتاكوري بشكل بطيء، سيقوم باستهدافه بسرعة كبيرة جدا مع تقنيات قوية في النمط الثالث تقوم بإسقاطه. الآن ننتقل إلى شكل لوفي في هذا النمط. كما رأيتم كل الحيوانات هناك كانت بحجم عملاق إلا الفهد كان في حجم صغير. هل هذا يعني أن لوفي سيقوم بانقاص من حجمه؟ لأن لوفي عندما اقتبس من التمساح، عندما اقتبس من الغوريلا، قام بنفخ عضلاته وقام بجعل جسمه كبير جدا. نفس الشيء ربما يحدث مع الفهد، سيقوم بالتصغير من حجمه. لكن أنت حاليا تقول أن الأمر غير ممكن. أقول لك أن الأمر ممكن، لأن أودا لم يضع الفهد فقط عن عبث، لم يضعه بذلك الحجم عن عبث، وإنما هناك مغزى وراء أن وضعه بذلك الحجم. يعني تتذكر قتال روب لوتشي ضد لوفي، ونعلم أن أرك الكعكة الكاملة موازي لأرك الإنسلوبي كما تعلمون، موضوع أن أودا يكرر القصة. كما رأينا روب لوتشي عندما كان مستعمل فاكهة زون كان يمتلك حجم كبير جدا عندما يتحول، لكن بعدها هناك تقنية اسمها بالإنجليزي The Rebirth، يعني إعادة الإحياء. لا أعلم بالعربية ماذا تم ترجمتها في الأنمي، لكن بالإنجليزية كانت Rebirth يعني إعادة الإحياء. بعدها قام بتصغير من حجمه، يعني أصبح حجمه عادي كحجم الإنسان، لكن مع استعمال خصائص فاكهة زون. وبعدها أصبح أسرع وأصبح أقوى ضد لوفي. ربما نفس الشيء سيحدث مع لوفي، سيقوم ربما بتصغير من حجمه لكن سيصبح أقوى وأسرع، وسيقوم بمجارات كاتاكوري بشكل كبير جدا. أما مسألة هاكي تنبؤ إذا كان سيرى المستقبل أو لا، فأنا أراه مجرد إضافة. إذا لم يتمكن من أن يرى المستقبل فهو قادر على أن يجاري هاكي كاتاكوري بسرعة. أما إذا رأى هاكي تنبؤ فسيكون هذا أمر مرعب لكاتاكوري، لأنه سيواجه خصم لا يمكنه إصابته بسبب سرعته الكبيرة، وأيضا يمتلك نفس قوته، أيضا يمتلك قوة مرعبة في الجير الرابع وعزيمة لمثيل لها. هذه النقطة التي أردت الوصول إليها اليوم، أن لوفي في النمط الثالث من الجير الرابع هو الذي سيستخدمه لإسقاط كاتاكوري. وإذا رجعنا إلى مسألة الاقتباس من الحيوانات، سيقتبس من الفهد وأيضا سيقوم بإسقاطه بسرعة كبيرة، وربما الدخول في هاكي تنبؤ، لأن لوفي يستعمل جميع أنواع الهاكي بالتخصص في أنماط الجير الرابع. الآن يمكنني إنهاء الفيديو هنا، لأني خلاص انتهيت من الموضوع، وصلت إلى النقطة التي أريد وصول إليها، وهي كيفية إسقاط كاتاكوري أو النمط الذي سيقوم به لوفي بإسقاط كاتاكوري. لكن سنتطرق إلى النمط الرابع من الجير الرابع. نعم سيكون هناك نمط رابع من الجير الرابع، اسمه الجير الرابع، سيكون فيه أربع أنماط يقتبس من الحيوانات الأربعة. بقي لدينا حيوان واحد وهو الأسد، وبقي لنا نوع واحد من الهاكي وهو الهاكي الملكي. عندما نتكلم حول الأسد فنعلم أنه ملك الغابة، فهاكي ملكي يليق بملك. عندها لوفي سيقتبس من الأسد وسيركز على الهاكي الملكي بشكل كبير جدا في النمط الرابع. ربما لوفي سيكون بالنمط الرابع من الجير الرابع مع الإيقاظ، وفقط سينهي قصة ون بيس. ربما لن يدخل أصلا في الجير الخامس، لأنك نركز فإن سنة ونصف بالفعل تدرب فيها لوفي على النمط الأول من الجير الرابع، النمط الثاني من الجير الرابع، النمط الثالث من الجير الرابع، والنمط الرابع من الجير الرابع، ويتقن فيها الهاكي، وربما يتطور فيه الهاكي أكثر وأكثر. إذا ركزنا بخصوص هذا الموضوع فيمكن أن نغفر لوفي تلك السنة ونصف من التدرب. لكن بصراحة لا أعلم إذا كان سيظهر أربع أنماط. إذا أظهر أربع أنماط فإن أودا على الأغلب سيكتفي، لن يكون هناك جير خامس، لكن ربما يكون هناك جير خامس على حسب الخصوم وعلى حسب عدد الأشخاص وعلى حسب قوة الأشخاص الذين سيقاتلهم لوفي في المستقبل. الآن نتطرق إلى الهاكي الملكي والجير الرابع. كما قلت لكم سيكون مقتبس من الأسد وسيركز على الهاكي الملكي. عندما نتكلم حول الملوك أو حول هاكي الملكي سيظهر لنا شانكس، بتأكيد سيظهر لنا شانكس، سيكون هو المستخدم للهاكي الملكي، لأن كل يقول ما فائدة الهاكي الملكي. لكن كما أقول لكم فإن شانكس بالهاكي فقط أصبح يونكو وبيد واحدة، فالهاكي لا تستهين به على الإطلاق. لا أقول أن شانكس لا يمتلك فاكهة، لكن على الأغلب ومما يظهر لنا حاليا فإنه لا يمتلك فاكهة ويركز فقط على الهاكي. أما بخصوص هيئة لوفي في الجير أو في النمط الرابع من الجير الرابع،
فمسألة سيكون عملاق مرجحة، لأنه كما تعلمون نزلت نظرية قبل شهور عديدة قلت فيها أن لوفي في جير الخامس سيكون عملاق لكي يجابه كايدو، ليجابه أشخاص عمالقة مثل كايدو ومثل البيك مام وأيضا تيتش، لا ننسى أن حجمه كبير نوعا ما مقارنة بلوفي، لذلك ربما الحجم الكبير سيلعب دور مناسب جدا في إسقاط اليونكو. لا أملك تأكيد على هذا، لكن بسبب حجم الأسد مثل حجم الغوريلا وحجم التمساح في تلك الصورة، فاحتمال كبير أنه أيضا سيقوم بتضخيم جسمه لكي يجاري اليونكو بالنمط الرابع من الجير الرابع الذي سيكون النمط الملكي. إذا أردنا تسمية الأنماط، فإن النمط الثالث ربما سيكون الرجل الصاروخ أو The Flash أو شيء من هذا القبيل. المهم شيء متعلق بالسرعة، كما رأينا فإن النمط المطاط أو النمط الواثب كان يرمز إلى لوفي عندما يقوم بالقفز، نمط الدبابة يرمز إلى صلابة الكبيرة للوفي، نمط السرعة أكيد سيكون له اسم سرعة، وأيضا النمط الرابع سيكون له اسم خاص بالملوك. المهم كانت هذه نظرية اليوم، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. تطرقنا فيها حول الأنماط الأربعة من الجير الرابع، كل نمط متعلق بحيوان، وفي كل نمط يركز لوفي على الهاكي. بدأ بهاكي تسلح، سينطلق إلى هاكي تنبؤ لكي يقوم بإسقاط كاتاكوري، وبعدها سيذهب إلى النمط الملكي الذي ربما يستخدمه ضد اليونكو إذا كان بتلك القوة الكبيرة، وبعدها يترك الإيقاظ إلى المراحل الأخيرة من قصة ون بيس. المهم كان هذا فيديو اليوم، أتمنى تكون قد أعجبتكم. إذا أعجبك تبخلينا باللايك، اشتراك، نشر المقطع، كل شيء يدعم القناة. كان معكم اليوم اليونكو رايد، سلام.